سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأنهينا بحول الله وقوته شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بإذن الله مستعينين بحول الله وقوته في شرح كتاب تدريب الراوي، في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. والكتاب الذي بين أيدينا هو شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. والإمام النووي هو إمام من أئمة الشافعية، صنف كتاب الإرشاد في اختصار علوم الحديث لابن الصلاح. يعني الإمام النووي عمل مختصر لمقدمة ابن الصلاح في كتاب يسمى الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد إلى كتاب التقريب الذي بين أيدينا. وقد يعني اختصر وشرح مقدمة ابن الصلاح علماء كثيرون. والإمام النووي رحمه الله تعالى مولود بنوى، وهي قرية قريبة من دمشق، وكان أبوه رحمه الله تعالى يوما أو ليلة من ليالي رمضان يجلس أو ينام بجوار ابنه، فوجده قد استيقظ مذعورا، وقال له: يا أبتي، ما هذا النور الذي ملأ الدار وأبوه لا يرى شيئا؟ فعلم أبوه أن ابنه قد رأى ليلة القدر، الذي هو الإمام النووي. والإمام النووي رحمه الله تعالى من الأئمة الذين يكاد المسلمون جميعا أن يجمعوا على إمامته. يعني لم تختلف فرقة من الفرق الإسلامية على إمامة الإمام النووي رضي الله عنه. والإمام النووي قد تفرغ للعلم تفرغا تاما، حتى إنه لم يتزوج، تفرغ للعلم، وكان منذ صغره يحضر في اليوم 12 درسا في اليوم الواحد، في اللغة وفي الأصول وفي التفسير وفي العقيدة وغير ذلك، 12 درسا في اليوم. والإمام النووي توفي على نحو من 45 سنة أو نحو ذلك، ومع ذلك فقد بارك الله له في عمره، فألف الكثير من المؤلفات والتصانيف على صغر مدة حياته. فمن أشهرها مثلا شرحه لصحيح مسلم، وشرحه للمهذب في الفقه الشافعي وإن كان لم يكمله، وكتاب روضة الطالبين، وتهذيب الأسماء واللغات،
وغير ذلك. وقد شرح قطعة من صحيح البخاري وقطعة من سنن أبي داود وغير ذلك من التصانيف التي يحتاج الواحد منها إلى عمره بمفرده، ولكنه مع قصر حياته رحمه الله تعالى قد صنف هذه التصانيف الكثيرة التي يعجز الواحد في هذا العصر عن أن يؤلف يعني مصنفا واحدا منها إن استطاع ذلك. وكما ذكرت لكم أنه كان رحمه الله تعالى قد أفنى عمره في طلب العلم، حتى أنه كان يجلس أو ينام جالسا لسنين طوال، يجلس ويقرأ ويكتب حتى يغلبه النوم وهو جالس، لم يضع جنبه أو ظهره على الأرض رحمه الله. وفي آخر حياته رأى أحد تلامذته في منامه أو في نومه رؤيا قبل موت الإمام النووي بنحو 3 أيام، رأى أن هناك عرسا مهيبا وحفلا كبيرا يحتفل الناس بالإمام النووي، وهذا الاحتفال في الأرض وفي السماء. فلما سأل تلميذه هذا عن سبب ذلك فقالوا له إن الإمام النووي قد بلغ درجة القطبية، أصبح قطبا. فلما أصبح الرجل وذهب إلى صلاة الفجر ودخل إلى المسجد، فما إن رآه الإمام النووي داخل إلى المسجد حتى هرول وذهب مسرعا إليه وقال له: ما رأيت في تلك الليلة لا تحدث به أحدا. ثم مات بعدها ب3 أيام. وكان رضي الله عنه آية وغاية في الورع والتقوى، حتى إنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق، فلما سئل عن ذلك فقال: إن بساتين دمشق أكثرها أوقاف، وبعضها إنما يزرع بالمساقاة. المساقاة هي أن تعمد إلى بستان مثلا أنت تملكه وتدفعه إلى رجل يعتني به ويسقيه ويزرعه على أن له شيئا من ثمره. فقال له: إن كثيرا من بساتين دمشق أوقاف أو تزرع بالمساقات وفيها خلاف، فكيف تطيب نفسي بأكل تلك الفاكهة؟ فانظر إلى ورعه وتقواه رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الورع الذي نفتقده في هذه الأيام. وكان رحمه الله تعالى آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، حتى إنه كان يغلظ القول إلى الأمراء والحكام عندما يرى منهم منكرا. وذهب إلى الظاهر ببرص ليأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، واشتد عليه في القول، فهم الظاهر ببرص أن يقوم ويقتله. ف
فما إن هم بذلك وأراد أن يقوم ليقتل الشيخ إذ به يرى أسدا فاتحا فمه فوق رأس الشيخ، كلما أراد أن يقترب منه أراد الأسد أن يلتهمه فيرجع، ثم يعود مرة أخرى فيجد الأسد قد رجع مرة أخرى فوق رأس الشيخ، إلى أن علم أنه ليس هناك سبيل إلى أن يفعل شيئا يؤذي الإمام النووي رحمه الله. وقبل موته بأيام أراد أن يزور الإمام الشافعي، فرحل من بلده إلى مصر، وما إن دخل إلى مصر حتى علم العلماء والفقهاء في مصر بمقدمه منهم الإمام السبكي رحمه الله تعالى. فذهب الإمام النووي وحتى اقترب من مسجد الإمام الشافعي، ثم رجع ولم يدخل إلى المسجد، فلما سألوه عن ذلك قال لو كان الإمام حيا ما كان لي أن أجلس أمامه، من يعني تعظيمه لقدر الإمام الشافعي وتقديره له، حتى قال لو كان الإمام حيا ما كنت أهلا إلى أن أجلس أمامه. ثم رجع، فلما أدرك الإمام السبكي ناحية المسجد الإمام الشافعي فعلم أن الإمام النووي قد رجع، فذهب في أثره، ولكن الإمام النووي قد سبقه وذهب إلى دمشق وتوفي فيها، فلم يدركه الإمام السبكي، وقال وأنشد في ذلك وفي دار الحديث لطيف معنى، أطوف في أرجائها وآوي، أود أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. فرضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به في الدارين، آمين. ثم جاء الإمام السيوطي فشرح كتاب التقريب هذا للإمام النووي. والإمام السيوطي كما تعرفون هو ولد في قرية أسيوط في محافظة في الصعيد مصر، محافظة أسيوط، وكان من الأئمة المبرزين في سائر العلوم، وكان فقيها شافعيا، وقد ترك من التصانيف ما يقرب من 700 كتاب قد صنفها الإمام السيوطي. وقد ادعى وحق له ذلك، ادعى الاجتهاد في كثير من العلوم كالتفسير والفقه والأصول والعربية ونحو ذلك من العلوم. وكان في آخر حياته رحمه الله قد اعتزل الناس ولم يخالط أحدا، حتى أن تلامذته ومريديه عندما كانوا يذهبون إليه لا يفتح لهم الباب لانشغاله بالعلم وانكبابه على العلم والتصنيف. وكما ذكرت لكم حتى بلغت مصنفاته نحو 700 مصنف، ودفن هنا قرب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. فرضي الله عن هؤلاء الأئمة
ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا أن الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وهي عندنا آية من سورة الفاتحة، فابتدأ بها تأسيا بكتاب الله تبارك وتعالى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أبتر. وقلنا قبل ذلك أن الباء في البسملة للاستعانة واسم، مشتقة إما من السمو أو من الوسم وهو العلامة، أو السمو وهو العلو، وأن اسم الألف بتاعها إيه؟ همزة إيه؟ وصل ولا قطع؟ وصل. والله ولفظ الجلالة، وقد ذكر بعض العلماء أن الله هو اسم الله الأعظم المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى. الرحمن هو الراحم لجميع الخلائق، والرحيم قالوا الراحم للمؤمنين. إذن فالرحمن أعم من الرحيم، والرحيم أخص، وقيل أنهما سواء. قول الإمام علي: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. طيب، هناك حديث كما ذكرنا قبل ذلك: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقصى. طيب نجمع بينهم إزاي؟ اللي مذاكر بقى والكلام ده قلناه قبل كده. أيوة، الابتداء نوعان: ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. الابتداء الحقيقي هو الذي لا يسبقه شيء، الابتداء الحقيقي لا يسبقه شيء. الابتداء الإضافي قد يسبقه شيء، يعني أنت تكلمت أو فعلت شيئا من الأشياء ثم توقفت ثم بدأت مرة أخرى، فهذا يسمى ابتداء إضافي لأنه قد سبقه شيء. فإذا تحمل البداية بالبسملة على الابتداء الحقيقي، والبداية بالحمدلة على الابتداء الإضافي، فنكون بهذا قد جمعنا بين الروايتين: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي الرواية الأخرى لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. طيب، الحمد لله. الحمد في اللغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، ولله اللام هنا لإيه؟ للاستحقاق. فاللام إما أن تكون للاستحقاق أو تكون للاختصاص
أو للملك. طب نفرق بينهم إزاي؟ قال لك اللام اللي هي للاستحقاق تقع بين ذات ومعنى، زي الحمد لله، الحمد لله الحمد ده معنى، والله ذات ربنا سبحانه وتعالى الذات الإلهية، فهنا اللام وقعت بين إيه؟ معنى وذات، إذن فهي تفيد الاستحقاق، أي ربنا سبحانه وتعالى الله مستحق للحمد. طيب اللام اللي هي للاختصاص تقع بين ذاتين، أحدهما لا يتصور منه الملك، زي إيه مثلا؟ السرج للدابة، الدابة لا يتصور منها الملك، يعني هذا سرج الدابة أي مختص بالدابة، السرج للدابة، فالدابة لا يتصور منها الملك، فوقعت بين ذاتين لا يتصور من أحدهما الملك. طب اللي هي بقى للاختصاص، اللام اللي هي للملك تقع بين ذاتين يتصور من أحدهما الملك، المال لزيد، زيد يتصور منه الملك ولا ما يتصورش؟ يتصور، فزيد مالك لهذا المال. إذن فاللام هذه قاعدة تحفظوها، إما أن تفيد الاستحقاق أو تفيد الاختصاص أو تفيد الملك، وذكرنا إزاي تفرق ما بين الأنواع الثلاثة. الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسوله، أي سؤله، أي ما يسأله من ربه، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. خلي بالك هو في هنا في المقدمة بيستعمل ألفاظ علم مصطلح الحديث، فقال وأدرج، فاكرين المدرج اللي احنا ده ايه شرحناه في نزهة النظر؟ حد فاكر ولا مش فاكر؟ كلام الراوي أثناء الحديث. طيب حد يفتكر لنا مثل كده للمدرج؟ الحديث بتاع الوضوء بتاع أبي هريرة. ومن أراد أن يطيل غرته ويل للأعقاب من النار. ففي آخر الحديث أبو هريرة بيقول إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو يطل غرته فليفعل. فالعلماء قالوا إيه؟ إن هذا مدرج، أي من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة في المدرج كثيرة. فهو قال إيه؟ وأدرج، وبعدين قال إيه؟ معلولة، علة الإسناد اللي احنا برضو اتكلمنا عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم. قل لي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم، فنطق بجواهر الحكم، وفاح من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطولة. الخافقين اللي هم أفق المشرق والمغرب،
الأفق سواء في المشرق أو المغرب، سمي بذلك لخفوق الليل والنهار فيهما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، أي مهما يكن من أمر أو من شيء بعد، والسنة أن تقول أما بعد ولا تقول وبعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر أي عالم، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. كل ده بيتكلم على إيه؟ على علم الحديث. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه. قلنا الإمام السيوطي ادعى الاجتهاد في علوم منها علم الحديث، حتى إنه قال ما أعلم أحدا في زماني هذا أعلم بالعربية والحديث مني، وبلغ الاجتهاد درجة الاجتهاد في هذه العلوم. حيث وقف غيري بشاطئه ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه، أي بحثت بحثا حثيثا عن منبعه ومناشئه، وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. يعني احنا لا نتكل على علم الأولين الذين قدموه لنا سائغا هنيئا، بل كان لزاما علينا أن نتعب كما تعبوا ونجتهد كما اجتهدوا، ولا نكتفي بأن العلم قد ورد إلينا سهلا ميسرا. مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز، وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها. عندكم إيه بعد تحريرها؟ إيه؟ الوجيز والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل. يعني من جهل علم النحو تجده دائما يلحن في الكلام ويلحن في القرآن ويلحن في الحديث، حتى قالوا النحو للكلام كالملح للطعام، فصعب انك تاكل اكل بدون ملح، يعني ما فيش ملح خالص الا بقى اذا كنت ايه مريضا والعياذ بالله. فقالوا ايه النحو للسان كالملح او للكلام كالملح للطعام. ولا يصلح الحديث للحان أن يخطئوا في نطق الحديث وفي نطق السنة النبوية المطهرة، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان، اللي هي علوم البلاغة التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك المؤلفات، كل هذه العلوم ألف فيها الإمام السيوطي، ألف في العربية وألف في الحديث اللي معانا، حتى أنه ألف عمل ألفية زي ألفية الحافظ العراقي في الحديث، وقال إن أنا ألفتها في 5 أيام.
ألفية في علم الحديث صنفها الإمام السيوطي في 5 أيام فقط. شوف يعني انظر بقى إلى مدى تمكنه وتبحره في العلم، وكان واسع الاطلاع رحمه الله. وكان مرة من المرات ذهب إلى بيت الله الحرام يقول: وشربت ماء زمزم، كما في الحديث يعني ماء زمزم لما شرب له. فقال: شربت ماء زمزم بنية أن أبلغ في الفقه درجة شيخه السراج البلقيني، وفي الحديث درجة شيخه أيضا الحافظ ابن حجر. فيقول: شربت ماء زمزم بنية أن أبلغ في الفقه مرتبة الشيخ الإمام السراج البلقيني ومرتبة الحافظ ابن حجر في الحديث. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير متلفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا يجوز يجوز، ولا مكترث بالبحث عما يمتنع أو يجوز. ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها، يعني هو بيجمع الكتب وبيبخل بها على الطلبة، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها. إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هو طبعا بالكلام ده كلام شديد، وتقريبا هو يعرض بالإمام السخاوي، يعني هو يقصد بهذا الكلام بإمام السخاوي، فكانت بينهما مشاحنات ويعني محن وإحن وفتن هذا. وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوادر، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع به الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه، هو كتاب التقريب يعني، ولا الإنابة إليه. فقلت: لعل ذلك فضل ذخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، ومع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت، أصله اللي هو إيه بقى؟ لا، هنا يقصد مقدمة ابن الصلاح، في زيادة أو نقص.
أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضافا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره، ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وحبذا ذاك اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى وأنفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه مقدمة فيها فوائد. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه، يعني في تعريف علم الحديث. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المطالب، يعني كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المطالب ابن الأكفاني، ده الشيخ عوامة حققه، الشيخ عوامة رحمه الله تعالى أعتقد كده. الشيخ عوامة تلميذ الشيخ، ها؟ تلميذ من؟ تلميذ الشيخ عبد الفتاح أبو غد. ما زال حيا؟ ولم أسمع. أنا التقيت به منذ ما يقرب من 10 سنين، فكان شيخا كبيرا، ولكن يعني نسأل ابنه يعني نطمئن حتى على الشيخ يعني، الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، علم الحديث الخاص بالرواية، علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. هو كده بيعرف إيه؟ علم الحديث. فالعلم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها، يعني رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، وضبطها، ضبط ألفاظها وتحرير ألفاظها. وعلم الحديث ده بيتكلم بقى على إيه؟ علم الحديث رواية. هيتكلم بقى على علم الحديث دراية، علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم. طبعا حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها، هذه الرواية صحيحة أم ضعيفة، معلولة، مدرجة، فيها إدراج، فيها انقطاع، فيها إرسال ونحو ذلك. وحال الرواة، الرواة دول ثقات، أئمة، أو على العكس من أو مقبولين، ولا على العكس من ذلك كذابين أو وضاعين أو ضعفاء ونحو ذلك. وأصناف المرويات وما يتعلق بها. طبعا شيخنا الإمام الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله كان يطلق على علم على التعريف هذا علم الحديث رواية، يقول هو علم الحديث دراية والعكس،
وعلى علم تعريف علم الحديث رواية يقول هو علم الحديث دراية، وعلى الدراية هو علم الحديث رواية، وله كتيب صغير في هذا الإيه المعنى أو في هذه المسألة. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه الحديث إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، زي ما قلنا نقل السنة راوي بينقلها عن راوي من بداية من المصنف، سواء بقى البخاري أو مسلم أو أي أحد من مثلا أصحاب الكتب الستة وغيرها، إلى أن يصل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل. أنواع التحمل طبعا احنا برضو كنا ذكرناها في آخر شرحنا لكتاب نزهة النظر. أنواع التحمل زي إيه؟ من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها الاتصال والانقطاع. أنواعها إيه؟ الهاء دي عايدة على إيه؟ على الرواية. أنواع الرواية متصلة ولا منقطعة ونحوهما. وأحكامها، هذه الرواية مقبولة ولا مردودة؟ القبول والرد. وحال الرواة، العدالة والجرح. هؤلاء الرواة عدول، ثقات، أئمة، مقبولين ولا مجروحين، ثقاء، ضعفاء، كذابين، وضاعين ونحو ذلك. وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي. وأصناف المرويات، المصنفات من المسانيد زي مسند الإمام أحمد وغيره. وإحنا قلنا إن المسانيد يعني أن يعمد المصنف إلى مثلا كل صحابي ويأتي بأحاديثه مسندة في مكان واحد. ومنهم من يجعل أو يرتب هذه المسانيد على حروف المعجم وهو أسهل في التناول، ومنهم من يرتبها على الأسبقية في الإسلام، فيبتدئ مثلا بالخلفاء الأربعة أو من شهدوا بدرا ونحو ذلك، أو السابقين للإسلام. والمعاجم زي معجم الطبراني الثلاثة، كبير والصغير والأوسط. والأجزاء، الأجزاء الحديثية. الأجزاء الحديثية مثل مثلا أجزاء ابن أبي الدنيا، فيأتي في موضوع أو مسألة معينة ويذكر فيها الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع أو ذلك الأمر بسنده. ومن أشهر هؤلاء كما ذكرت ابن أبي الدنيا، له مصنفات أو أجزاء حديثية كثيرة وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة، الشيخ عز الدين ابن جماعة له كتاب المنهل الروي، وذكر هذا الكلام في ذلك الكتاب. علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. قوانين يعني قواعد، هناك قواعد يسير عليها العلماء لمعرفة أحوال السند والمتن.
وطبعا قلنا السند هو الطريق الموصلة إلى المتن. المتن هو لفظ الحديث النبوي. طبعا احنا بنتكلم هنا على علم الحديث عشان بس ما حدش ايه يخلط بين الايه الامور. ما يجيش واحد مثلا واحد من المشايخ بيشرح متن فيقول له لا ده المتن ده مثلا بتاع امام من الائمه، ده الشيخ قال لنا المتن ده هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا بنتكلم هنا على علم الحديث، المقصود بالمتن في علم الحديث هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم. وغايته معرفة الصحيح من غيره، يعني غاية علم الحديث معرفة الصحيح من غيره. احنا بنعرف او بنتعلم علم الحديث ده ليه؟ لكي ندرك الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. طب ولما ندرك يعني الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ايه اللي يجرى؟ الحديث الصحيح هينبني عليه أحكام في الفقه، في العبادات، في المعاملات. فما ينفعش إن أنا أبني حكمي على حديث ضعيف. احنا قلنا إن الحديث الضعيف عند من يجيز العمل به له شروط. طبعا في بعض الأئمة لا يجيز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كالإمام البخاري مثلا. لكن في بعض العلماء قالوا لا، الحديث الضعيف يعمل به ولكن له شروط: أن يكون في فضائل الأعمال، ما يكونش في الأحكام، يكون في فضائل الأعمال، يعني ايه في الذكر، عدد ذكر معين، طريقة للذكر، والذكر ده من فضائل الأعمال. فلما يجي حديث مثلا يقول لك اذكر الله بطريقة معينة أو بعدد معين والحديث ده ضعيف، فيجوز إن أنا أخذ بيه لأنه ايه في فضائل الأعمال. الشرط الثاني ألا أعتقد عند العمل به ثبوته، يعني وأنا بعمل به عارف إن الحديث ده فيه ضعف. يبقى إيه؟ ألا أعتقد عند العمل به ثبوته. تالت حاجة إنه ما يكونش وارد في الأصول، أن يكون في الفروع. فكل هذه الشروط أو يكون مندرج تحت أصل معمول به. الشرط الثالث أن يكون مندرج تحت أصل معمول به. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز العمل بالحديث الضعيف عند بعض العلماء. يبقى احنا بنتعلم علم الحديث عشان نقدر نفرق ما بين الحديث الصحيح والضعيف. وقلنا هذه التفرقة ينبني عليها ان انا هعمل بالحديث دوت اذا كان وارد فيه حكم في الفقه، في العبادات، في المعاملات. يبقى اذا كان صحيح هنعمل به، ضعيف مش هنعمل به الا بالشروط اللي قلنا عليه. طيب يبقى دي غاية ايه؟ مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة جدا، مهمة جدا. فكذلك يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فقالوا برضو الذكر يدخل فيه الحديث النبوي. طب ليه؟ قالك لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
يبقى برضو ذكر. فربنا سبحانه وتعالى تكفل لهذه الأمة أيضا بحفظ سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس موجودا في أمة من الأمم على وجه الأرض من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها. ما فيش حد أو نبي أو زعيم أو أي شيء أو أي شخص ربنا حفظ كلامه وأقواله وأفعاله كما حفظ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الإسلامية امتازت بتوثيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الأصحاب وبكلام علماء هذه الأمة، وهذا المنهج لا يوجد عند أحد غير المسلمين. لكن مولانا يجوز أن نقول من عمل بحديث ضعيف أن نقول هذه بدعة؟ من عمل بالحديث الضعيف فهو مبتدع يعني؟ لا لا يجوز أن نقول هذا. هذا القول بدعة. هذا القول اللي تقصد به الحديث نفسه بل العمل بالحديث الضعيف؟ أئمة كثيرون قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف وفق الشروط الموضوع. يبقى الأئمة دول كلهم مبتدعة؟ ما هو ده هيلزم منه كده. لما هتقول العمل بالحديث الضعيف بدعة يعني معنى كده كلام الأئمة دول كلهم أو الأئمة كلهم دول قالوا بالبدعة. يلزم من هذا الكلام إن احنا نقول كده، صح ولا غلط؟ وطبعا هؤلاء الأئمة يعني نحسبهم على علم ونحسبهم على خير وعلى تقوى من الله عز وجل، يعني إن هم يقعوا في البدعة. طيب الحاجة التانية، هو مين اللي بيقول كده؟ الوهابيون. طيب هؤلاء القوم لما نيجي نقارن بينهم وبين الأئمة دول، أي واحد مش هنقول عالم، هنقول عاقل عنده عقل، أخد بكلام الأئمة دول ولا أخد بكلام الناس دي الذين لا يعلمون شيئا؟ وده بقى قيس عليه في مسائل كثيرة. ما تيجي تلاقي واحد من الناس دول بيعترض على إمام كبير، بيجي مثلا محقق كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر ويعترض بقى على الحافظ ابن حجر، يجي يحقق كتاب أو يعلق على إيه شرح صحيح مسلم للنووي ويعترض على الإمام النووي. طيب هو أنت وصلت من العلم إلى درجة الإمام النووي ولا ابن حجر؟ ما عشان أنت تحكم على الإمام ابن حجر أو الإمام النووي حاجة من الاثنين، يا إما تبقى زيه أو أفضل منه، إما مثله أو أعلم منه عشان تحكم عليه وتعترض عليه. فأنت لا أعلم منه ولا مثله ولا حتى يعني بلغت يعني عشر معشار علمه. طيب يبقى أنا ساعتها أخذ بكلام الإمام النووي وابن حجر ولا أخذ بكلامك أنت؟ لا، هاخذ بكلام ابن النووي وابن حجر طبعا. ليه برضو هاخذ بكلام النووي وابن حجر؟ عشان هم علماء، وعشان لما ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويسألني انت خدت ليه بالكلام ده، قول له يا رب عشان العلماء دول اللي أجمع المسلمين كلهم على إمامتهم قالوا بالكلام ده. طب أنا لو جيت خدت بكلام أخينا التاني ده وجي ربنا يوم القيامة يسألني
اقول له عشان هو بس كده شرح كتاب او علق على فتح الباري، فلازم يكون فيه يعني عذر امام الله سبحانه وتعالى وفي حجة. اقول له يا رب انا خدت بكلام الائمة دول اللي هم اطبق المسلمون على امامتي، طب هو ده حد قال عليه يعني؟ اقول ايه بس انت ما تجيش يعني شعرة في جسد احد هؤلاء الائمة، فما يعني ايه قس على هذا بقى. ف يعني الواحد يسير وراء هؤلاء العلماء الأكابر ولا يلتفت إطلاقا إلى قول هؤلاء الرويبضة الذين لا يدرون من أمرهم شيئا إلا بس مجرد الشغب، هو عايز يشغب وعايز الناس يقولوا آه ده فلان ده اعترض على ابن حجر، ده فلان ده اعترض على النووي، هو فاكر بقى ان كده بقى هيبقى عالم يعني. لا بالعكس، ده انت كده يعني بتحط من قدر نفسك في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. وبعدين طب يعني ما هل هناك أمارة إلى أنك وصلت إلى درجة من العلم تعترض على هؤلاء الأكابر؟ إيه الدليل يعني؟ ده أنت لما مسكت كتاب فتح الباري وعشان تعلق عليه أول حاجة ما كملتوش، ما كملتش يعني هو جزء ولا جزئين اللي علقت عليهم. تاني حاجة، كل مثلا 50 60 صفحة لما تعلق لك سطر، ايه ده هناك يعني فرق ما بين السماء والأرض بقى، بينك وبين الراجل اللي انت بتعلق عليه ده، هو الراجل كاتب موسوعة في شرح صحيح البخاري، انت مسكت مجلدين ولو جمعت كل اللي كتبه مش هيكمل صفحة واحدة، وتيجي تعترض على ابن حجر، والتاني يعترض على النووي، والتالت يعترض مش عارف على مين. امتى ناخد بقى بالكلام ده؟ لما هو مثلا ينقل كلام امام زي ابن حجر، ينقل مش هو يجيب من دماغه، ينقل عن امام اخر زي ابن حجر زي النووي، ماشي الواحد ممكن ساعتها يبص في الكلام ده، لكن من دماغك انت؟ وهل يستوي فهمك مع فهم هؤلاء؟ فيقول لك طب ما هم رجال ونحن رجال، ده يا ريت حصل عيل، هم رجال ونحن رجال. طب هم رجال عشان يعني كملت لديهم الآلات. إمام السيوطي ده لما يقول أنا بلغت درجة الاجتهاد في العربية والحديث والفقه والأصول والتفسير، طب تعال أنت بقى حاكم واحد من هؤلاء في علم واحد، علم واحد بس، وهو اللي يختاره، قول له شوف انت بقى اعلم حاجة انت فيها وقارن بقى العلم بتاعه بعلم هؤلاء، كمثل يعني نقطة في بحر. فدعك من هؤلاء اللي يقول بدعة ولا ما يقولش بدعة، اعرض عن ايه؟ عن هؤلاء. يقولون ان الامام البخاري منع العمل بالحديث الضعيف مطلقا. آه لا يعمل بالحديث الضعيف، لكنه ألف أدب المفرد، أدب المفرد والتاريخ الصغير والكبير فيه أحاديث ضعيفة، هو الكتاب اسمه الأدب المفرد،
والتاريخ الصغير والكبير. هؤلاء هذه الكتب هو ذكر فيها الحديث الضعيف لمجرد ايه؟ التقييد. يعني ايه؟ بيأيد الاحاديث التي رواها بسنده، وما قالش ان الاحاديث دي صحيحه. دي اول حاجه، هو اشترط الصحيح في صحيح البخاري، اما هذه الكتب لم يشترط فيها الصحيح، وذكر فيها هذه الاحاديث وبعضها ضعيف لكي يأتي من بعده، ربما يجد من بعده طرقا أخرى لهذه الأحاديث فتصحح. وأراد فقط أن يدون تلك الأحاديث حتى لا إيه، حتى يعني لا تضيع، حتى لا تضيع. وربما أتى من بعده و ذكر لها طرقا أخرى فتصحح. وهؤلاء الأئمة كانوا يعني يعلمون قدرهم، أن يعني أنهم لم يحيطوا بكل شيء، فربما جاء من بعده وصحح هذه الأحاديث وذكر لها طرقا وصححها. فهذا هو السبب في أن الإمام البخاري وغيره ممن اشترطوا الصحيح ذكروا هذه الأحاديث في كتبه. وكذلك الإمام مسلم له أيضا كتب أخرى غير الصحيح، وتجد فيها بعض الأحاديث الضعيفة. فكان مرادهم من هذا التدوين على الاحتفاظ بهذه الأحاديث حتى لا تضيع. والله تعالى أعلم. تفضل. المقصود بقول الشيخ عبد الله صاحب الإمام أن الرواية هي الدراية والدراية هي الرواية. يعني هذا التعريف الذي ذكره السيوطي للرواية، حافظ عبد الله بن الصديق قال لا، ده هو ده الدراية مش الرواية. عكس اسم التعريف. هو ذكر بعض أقوال الأئمة التي تقول أن علم الدراية مثلا هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايات وهكذا. وعلم الحديث الخاص بالدراية قال برضو إن في بعض الأئمة قالوا لا، ده هو الخاص بالرواية. يعني ذكر بعض أقوال الأئمة في هذا. وكتابه اسمه توجيه العناية، توجيه العناية بتعريف علم الحديث رواية ودراية. تجبتها؟ ما شاء الله. 3,330. ما شاء الله. فهتلاقي اكيد هيبقى موجود اسمه توجيه العناية، هتلاقيه في الموسوعة دي. فبيقول بقى وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، يبقى دي هنمشي عليها في الكتاب كله. لما السيوطي يقول وقال شيخ الإسلام، يبقى مراده مين؟ حافظ ابن حجر مش ابن تيمية. ها؟ أولى التعاريف له اللي هو علم الحديث يعني أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. معرفة القواعد المعرفة بحال الرواية أو الراوي اللي هو الشخص الراوي اللي في السند، والمروي اللي هو المتن. وإن شئت حذفت لفظ معرفة
يعني ايه التعريف؟ يبقى علم الحديث هو القواعد المعرفة. القواعد المعرفة، فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن الحديث موضوعه، أو موضوعه حديث موضوعه بقى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله، وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. غاية علم الحديث والمبتغى من هذا هو إيه؟ الفوز بسعادة الدارين. ليه؟ لأن احنا هنعرف بيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طب لما هتطيع الله إيه اللي هيحصل؟ هتفوز بسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. وهذا الحد اللي هو الحد اللي وضعه الحافظ ابن حجر، أو لا مش الحافظ بقى، الكرماني، مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. فذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني جسمه، فجسمه ده موضوع علم الطب مش موضوع علم الحديث. فموضوع علم الحديث هو أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي: هو الإخبار عن طريق المتن. الإخبار عن طريق المتن، إيه الطريق اللي إحنا قدرنا نوصل بها للمتن؟ هو إيه؟ الإسناد. قال ابن جماعة: وأخذه يعني اشتقاقه، يعني والأخذ أوسع من الاشتقاق، الأخذ أوسع من الاشتقاق، إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. ليه بقى؟ قال لك لأن المسند يرفعه إلى قائله، يرفع هذا القول إلى قائله. فمثلا إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين راوي من الرواة 2 3 4، فهو يرفع هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو من قولهم فلان سند، أي معتمد، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأنا بصحح الحديث ولا بضعفه بعتمد على إيه؟ على الإسناد. الإسناد هو اللي بيقول لي إذا كان الحديث ده ضعيف ولا صحيح. طيب يبقى معنى كده إن أنا بعتمد عليه، وأي حاجة بتعتمد عليها تسمى في اللغة سند، تسمى سندا. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. تقول إيه؟ أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. هما متقاربان اللي هما إيه؟
السند هو مأخوذ من المرتفع ولا مأخوذ مما إيه يعتمد عليه؟ ولهما الإسناد والسند فيه، والذي المراد به هما هنا السند والإسناد، يعني السند والإسناد متقاربان في المعنى. السند والإخبار عن طريق المتن، والإسناد رفع الحديث إلى قائله. نعم، هما متقاربان، أي السند والإسناد، تعريف السند والإسناد متقاربين في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. ده يعني فعلا هو كان يقصد السند والإسناد. وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف، الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول، الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما. وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، وممكن تقوم بها المعاني، يعني لفظ الحديث النبوي نفسه اللي احنا بنستنبط منه المعنى. قاله الطيبي. وقال ابن جماعة: وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد من الكلام، يعني لما تأتي الإسناد فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، يبقى هو ذا المتن، فانتهت إليه غاية السند من الكلام. من المماتنة، يعني المتن ده جاي من وقال السند جاي من ما ارتفع من الجبل أو مما يعتمد عليه. طب المتن دي جت منين؟ المباعدة في الغاية، لأنه غاية السند. أو من متنت الكبش إذا شققت جلد بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، يعني هو بالسند ده استطاع أن يحصل على المتن، وإلا هو هيحصل على المتن إزاي إلا عن طريق ذلك السند. أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه للسند ويرفعه إلى قائله. أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده، لأنه إذا ذكر الحديث بدون إسناد فالعلماء هيقولون أنت جايب الكلام ده منين، فمش هياخدوا بيه، هيردوه على طول. لكن هو بيعتمد في تقوية ما جاء به على الإسناد الذي يذكره. وأما الحديث فأصله ضد القديم، ده من ناحية اللغة، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. يبقى من هنا جات تسمية الحديث حديث، سموه حديث ليه؟ لأنه ضد القديم. طب والقديم اللي هو القرآن، ف
فيبقى ايه ضده الحديث. وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة اللي هو ابن حجر: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. يعني الحديث هو الخبر والخبر هو الحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، يعني مثلا من الصحابة التابعين. ومن ثم قيل: لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. يعني كل حديث يطلق عليه خبر، ولكن ليس كل خبر يطلق عليه حديث. يعني جيش لقول الصحابي نسميه حديث، جيش لقول التابعي نسميه حديث، لا، الحديث مختص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر أو الأثر ما جاء عن غيره. وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، بشرط التقييد. يعني حديث غير مرفوع، حديث مرسل، حديث مش متصل، أو حديث موقوف، موقوف يعني إيه؟ من كلام الصحابي، أو مقطوع من كلام التابعي، يبقى ما ينفعش أقول عليه إيه؟ حديث، إلا إذا قيدته بإيه؟ إن قلت إن ده إيه؟ مقطوع، أو قلت إن ده موقوف. يعني تقول إيه؟ قال مثلا، قال أبو هريرة في الحديث الموقوف، أو في قال الحسن البصري في الحديث المقطوع، يبقى تقيده. لكن ما ينفعش تقول قال الحسن البصري في الحديث وتسكت. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ده اصطلاح خاص بفقهاء مين؟ خراسان. ويقال: أثرت الحديث بمعنى رويته. ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. بعد كده هيتكلم على الفائدة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، والمسند تعريف هؤلاء الحافظ والمحدث والمسند. ده بقى إيه؟ نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.